يا الله. والله العظيم لو استطعمته لأطعمك، والله العظيم لو استكسوته لكساك، والله العظيم لو توكلت عليه لكفاك، ولو سألته لأرضاك، ولو استغنيت به لأغناك. أوليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالرزق رزقه، الطعام رزقه، والكسوة رزقه، والشراب رزقه، وكل شيء من نعمه، ومن نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه إنما هي رزقه. فسل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. ولذلك يقول ربنا جل جلاله، قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر الآيات. فهو الذي يطعمنا، وهو الذي يسقينا، وهو الذي يتفضل علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. قد يظن بعض أحبابنا أن هذا الكلام ربما كان للصالحين من قبلنا، ولا ورب الكعبة، للصالحين ولأمة سيد النبيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دلوني بالله عليكم يا أحبابي، من الذي سأل الله جل وعلا يوما بصدق فخيبه ولم يحقق له سؤله ولم يحقق له رجاءه؟ لا والله، لا والله، والله ما استغنى به فقير إلا أغناه، والله ما توكل عليه أحد إلا كفاه، والله ما طلب منه أحد عطاء إلا وأعطاه، والله ما سأله أحد سؤالا إلا ولباه. قال جل علاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي، جل جلاله يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.